وسهلا بحضراتكم. اعتقد الموضوع اللي احنا هنناقشه النهارده موضوع بيهم قطاعات واسعه من المواطنين، وهو المتعلق بالتصالح على مخالفات البناء. تقدمت الحكومه بمشروع قانون يتفاعل او يحاول الاشتباك مع هذا الوضع المتعلق بقضايا المخالفات الخاصه بالبناء وكيفيه التعامل معها، لان الحقيقه كان عندنا مشاكل في كيفيه التعامل، اما تعنت شديد في تطبيق القانون، وإما في بعض الأحيان استسهال في التعامل مع الأوضاع المخالفة. هنناقش الموضوع النهاردة مع ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو، الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أهلا وسهلا يا فندم. وأيضا الدكتور رأفت شميس أستاذ العمارة بمركز بحوث البناء والإسكان مقرر لجنة إعداد قانون البناء، أهلا وسهلا يا فندم. وأيضا النائب المحترم الدكتور محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهلا وسهلا يا فندم. وأيضا النائب المحترم الأستاذ محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهلا وسهلا. عايزين ناخد بس فكرة في البداية عن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للتعامل مع مخالفات البناء. عايزين بس تقييم في الأول من حضرتك يا دكتور عن حجم مخالفات البناء عندنا وكيف يمكن التعامل مع هذه المخالفات. ليه ابتسامة حضرتك الكبيرة؟ عندنا مخالفات كتير. المخالفات الحقيقة بعد 25 يناير الحقيقة كان في فوضى عارمة في المخالفات. ويمكن أنا قبل ما أجي بساعتين ثلاثة كده كنت اتكلمت مع البشمهندس معتز رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، وخدت منه عدد المخالفات اللي هي بعتها لهم دكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية. والحقيقة لما شفت عدد المخالفات كانت اللي هي كانوا حاصرينها من 1/1/2000 لحد 15/9/2017. فانا طبعا يعني انا لقيت، بس هقول شويه ارقام، عدد المخالفات حوالي 3 مليون مخالفه. مخالفات بناء. يا ريت ناخد الارقام دي زملائنا على الشاشه ياخدوها لانها ارقام مهمه. دي ارقام من لجنه الاسكان في البرلمان. بالظبط كده. اللي البناء بدون ترخيص يمثل ارقام من وزاره الاسكان يعني. من لا جالكم من وزاره التنميه المحليه. ايوه تمام بالظبط كده. البنى بدون ترخيص يمثل 71% من هذا الاجمالي. يعني 3 مليون مخالفات بناء فيهم 70% بس بدون ترخيص. يعني الناس بتبني كده على الارض. بالظبط كده. 2 مليون واحد من 10 مش بالظبط كده. 2 مليون واحد من 10. الادوار مخالفه يعني مخالف في الارتفاعات دول نسبتهم 16%. شروط ترخيص دي اللي هي مثلا في مناور تصبط وسع شويه دي تمثل حوالي 5%. تعدي على خطوط التنظيم حوالي 2%. الحقيقه برضو لما بصيت بيبقى يهمنا احنا كمهندسين الحقيقه اشوف فين المحافظات اللي فيها الاكثر يعني مخالفات. الريكورد اللي هو جالي من مجلس النواب الحقيقه الشرقيه كانت بتمثل 19% من حجم المخالفات. البحيره تليها البحيره 11. يعني الشرقيه هي اولى محافظات الجمهوريه في المخالفات. تمام. البحيره تليها 11%، الجيزه 9%، الغربيه 8%، المنوفيه والقليوبيه حوالي 6.5%، اسكندريه القاهره حوالي 5%. انت بتتكلم كله وجه بحري. الحقيقه معظم المحافظات واجب بحري لحضرتك. بعد كده عند حضرتك بقى المخالفات دي الطبيعي ان يتعمل لها قرارات ازاله. عدد قرارات الازاله حوالي 2 مليون و500 الف. يعني هم 3 مليون مخالفه بيقابلهم 2 ونص. بالظبط كده يمثل هو حوالي 87% من المخالفات. كويس. عدد المخالفات التي ازيلت اللي هو تم تنفيذها فعلا 633 ألف، ودي تمثل 22% من المخالفات. عدد الحالات اللي ما حدش يعني اقل من ربع. بالظبط كده. اللي ما حدش جه ناحيته حوالي 67%. بس انا الحقيقه لما بتكلم على مخالفات ممكن العقار الواحد يبقى فيه اكتر من مخالفه، عشرات المخالفات. تمام. فالحقيقه هذا الـ او هذه الاحصائيه ما هياش الحقيقه تعتبر يعني خلينا اقول ايه المعبرة عن الحقيقه. لكن انا الحقيقه انا مسكت الجهاز ده بالظبط من شهرين وبعت للمحافظين ال 27 محافظ على مستوى الجمهوريه، قلت
قلت لهم انا عايز اعرف اخر 3 سنوات حجم المخالفات، بس انا جبتهم كعقارات، لان انا ما اقول كذا مبنى مخالف غير لما اقول انا عندي ملايين المخالفات، ملهاش معنى الحقيقه. فانا وحصلت بالظبط على حوالي 80% من الاحصائيات، لان الرد عليها حوالي 80% من المحافظين، باقي 20% ببساطه شديده في اخر 3 سنوات الاتي. الاحصائيه بتقول لي ان انا عندي 114,000 مبنى تم ترخيصهم بالفعل. عدد المباني التي انشات بدون ترخيص 328,000 مبنى، وده معناه 1 إلى 3 بالظبط كده. عدد المباني اللي هي أقيمت بترخيص لكن خلفت الترخيص دي بالظبط حوالي 91,000 مبنى. فأنا لو شفت عدد العقارات المخالفة، لو جمعت اللي هو بدون ترخيص واللي هو رخص وخالف، بنتكلم على 420,000 اللي هي 1 إلى 4. فأنا الحقيقة أنا بتكلم عن ميل عام لعدم الالتزام. بالظبط كده بالظبط كده. يعني انا الحقيقه 25% في التزام و75% عشان كده القانون ده مهم. هو الحقيقه مهم، بس اللي يعني فعلا حصل مخالفات غير طبيعيه، حصل مشاكل غير طبيعيه في الانفراستراكشرز، سواء بتكلم على كهرباء، سواء بتكلم على ميه، سواء بتكلم على فهي الحقيقه موضوع المخالفات وتقنينه دي فكرة صائبة. صحيح. لأن الحقيقة الدولة هي اللي بتدفع الثمن الحقيقة. لكن علشان الكلام ده هو الحقيقة يجيب الثمار بتاعته، أهم حاجة في الموضوع هي آليات. طيب احنا هنتكلم في ده، بس تمام. خلونا نشوف الركائز الأساسية التي قام عليها هذا المشروع. اللي أنا فهمته أنه يتيح فكرة التصالح ما لم يتم اختراق أمور معينة، مش كده سيادة النائب ولا انا فاهمه غلط؟ التصرف المشروط يعني. انا عايز اقول حاجه بس يعني سريعه. احنا قانون التصالح على المخالفات تم تقديمه من اكتر من 4 أو 5 نواب في شهر في دور الانعقاد الاول، وكانوا بعضهم مقدم تصالح على الاراضي الزراعيه، واحيلت هذه القوانين للجنه الاسكان، وانا كنت متقدم بقانون على التصالح على المخالفات برضو، فكلفت من لجنة الإسكان في هذا الوقت بأن أنا أجمع القوانين وأعمل قانون متكامل عشان التصالح على المخالفات، عشان بس نعرف أن في حتة في التاريخ مهمة يعني. وهذا القانون تم مناقشته في مجلس النواب في لجنة مشتركة من لجنة الإسكان واللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الزراعة والخطة والموازنة، أنا فاكر صحة النائب، والنواب أقروا القانون. يعني ده يا فندم المشروع القانون، عشان انا قدمت حاجه عايز نصححها، مشروع القانون ده حضراتكم اللي تقدمتوا بيه مش الحكومه؟ لسه هكمل لك انا. فالقانون انا قلت غلط. احنا ناقشنا القانون وحضرته الحكومه بالمناسبه، حضر الممثلين عن وزاره الماليه ووزاره الاسكان ووزاره الزراعه ووزاره العدل، حضروا المناقشات كلها. ودارت سجال طويل بيننا وبين الحكومه، هقول لك على ايه دلوقتي. لكن في الاخر النواب اصروا على تعديلات معينه في القانون واقرناها، ومنذ هذا الحين والقانون منذ ابريل 2017 والقانون حبيس الادراج داخل مجلس النواب، لم يتحرك من بعد ما انتهى التقرير من اللجنه الى الجلسه العامه. ويعني انا بعتقد ان ده طبعا كان في انتظار ان احنا ما يصحش كنواب نقدم قانون ويتناقش ويخلص، لازم القانون يجي لنا من عند الحكومه عشان نقدر يعني يطلع للنور يعني. والحقيقه احنا عشان برضو عارفين ان التاريخ بيقول ان دي مش اول مره نعمل قانون مصالحات على المخالفات. مصر عملت قبل كده قانونين وليه ثالث مره، يعني قبل كده كان عندنا مشاكل في المخالفات في الخمسينات وفي السبعينات، وعملنا قانون تصالح مره وقانون تصالح تاني، وده قانون ثالث مره يتعمل. طب دكتور محمد، ايه الاختلاف الجوهري بين مشروع القانون اللي حضراتكم كنتوا جهزتوه ومشروع القانون تقدمت بيه؟ احنا كنا عندنا حاجتين بمناسبه، برضه احنا كنا ناقشنا مع الحكومه مقترحها من زمان وعملنا تعديلات وعندنا نقط خلاف واضحه. نقط الخلاف الواضحه احنا كنواب عايزين يحصل تصالح على المخالفات بشكل عام. ليه؟ سواء المباني او المبنيه على ارض زراعيه.
نقفل نقفل الموضوع كتله واحده. والحاجه الثانيه طريقه حسابه الغرامه على التصالح، او احنا غيرنا برضو بين قوسين كده، النواب غيروا اسم القانون خلوه قانون التعامل على المخالفات مش التصالح. احنا مش غرضنا التصالح، احنا غرضنا ازاي نحول هذه الثروه العقاريه من شيء غير موجود. وعلى فكره لفظ التعامل هو الادق. طب وخليني اقول لك التحديات اللي قابلتنا في القانون ده، ان احنا عندنا للاسف ثروه عقاريه مليارات الجنيهات وضعت في هذه العقارات المخالفه، هي تعتبر جزء من ثروه مصر الحقيقي محطوط في هذه العقارات. والحاجه الثانيه ان بالفعل في مئات الالاف من الاسر داخل هذه العقارات دلوقتي. فاحنا لما عمالين نزيل ونزيل احنا الدكتور بيقول ان في ضروره، احنا بنضيع هذه الفاليو، بنضيع قيمه العقارات دي، وكمان بنترك ناس في العراء. احنا لما قدام ده بقى عندنا ايه؟ عندنا تاكف ان احنا ما بنقرش القانون والناس عماله تخالف. الناس بتخالف ليه؟ عشان عندنا اسباب هتكلم عليها دلوقتي. لكن ده بيعمل تاكل في الارض الزراعيه، لان احنا ما فيش حد بيراقب حاجه، فكل يوم انا عندي صور بالقمر الصناعي. يا فندم الاصل في مساله البناء هو المخالفه، مش الحصول على تصريح. عندنا تاكل في الارض الزراعيه، عندنا تحميل مبالغ فيه على المرافق اللي هي شبكات الصرف الصحي والميه والكهرباء، عندنا اهدار للموارد، لان احنا الفلوس دي اللي كانت المفروض تخش خزينه الدوله لو في تراخيص محترمه تراخيص عاديه، دي الفلوس كانت تخش الدوله. عندنا خطر على سلامه المنشات دي نفسها، يعني صح. المنشات دي احنا خايفين على الناس دي، على الناس دي. ايه اللي وصل الناس للحكايه دي؟ يعني خلينا نفكر سوا في الاسباب اللي وصلت الناس للحكايه دي. اول حاجه ان في تضارب بين قانون الزراعه وقانون البناء في تفعيل موادهم مع بعضهم. عندنا مشاكل في القانون البناء الموحد اللي اتعمل بتاع 119/2008 في التخطيط الاستراتيجي، الدكتور رأفت ده استاذنا في الحكايه دي، يعني في ان التخطيط ما تمش تنفيذه لغايه دلوقتي، وبالتالي ما تمش عمل المخططات التفصيليه والاحواز العمرانيه، فالناس مضطره ان هي تبني مخالفه. ما عندهاش بديل. ما عندهاش بديل. القانون بيتكلم عايزه تتنفس الناس عايزه تبني في الارياف في القرى وفي الارياف، وقانون البناء ما بيكلمها بيطلب منها بدروم، بيطلب منها ارتفاع مره ونص عرض الشارع، وكان ده ما ينفعش، فبيضطروا ان هم يخالفوا. عندنا داخل الحضر عندنا الاجراءات اللي موجوده داخل القانون كان بيصعبها اجراءات التراخيص، فالناس الاسهل لها ايه؟ تخالف، انها تبني مخالف. عندنا طبعا فساد شديد في المحليات، بيساعدوا فساد في اجهزه التنفيذ، انا اسف في بعض اجهزه الشرطه اللي بتنفذ، عشان بتخلي المخالفات دي تزيد. عندنا حاله الانفلات الامن اللي اشار ليها الدكتور بعد الثوره، لكن بالمناسبه احنا كان عندنا مخالفات ضخمه حتى قبل 2011. يعني عدد 2001 يعني عندنا قبل 2011 عدد المخالفات اللي موجود ما يقلش عن 900,000 مخالفه قبل 2011. طيب كويس قوي يا استاذ محمد، يا دكتور محمد حضرتك شرحت الارضيه دي عشان المشاهدين يبقوا معانا. انا القضيه اللي كانت شغلاني بصراحه ان انا كنائب يعني كنت مشغول بيها، احنا كنواب اصرنا على حاجتين. اول حاجه ان التصالح على المباني يتم على كل المباني المخالفه، سواء المخالف يعني عنده حاجتين، مخالف مباني سواء مبنيه على ارض عاديه او مبنيه على ارض زراعيه. يعني احنا اهلنا كلهم اللي في الريف احنا بندافع عنهم، اللي هم اضطروا يعملوا ده نتيجه الظروف بتاعت الدوله نفسها. صدم ماده 29 في الدستور. وحطينا حل يا دكتوره لو تفتكر الحل اللي وصلوه النواب ايه ساعتها؟ احنا قلنا ان احنا القانون الدستور بينص على الحفاظ على الارض الزراعيه، فقلنا نعمل ايه؟ بلام الارض دي اتبنت ومفيش متر واحد في مصر اتبنى عليه رجع تاني ارض زراعيه في تاريخ مصر كلها. قلنا نعمل ايه؟ يعني بعد الهدم بص حضرتك ما بيتمش التجليف وتعود ارض زراعيه؟ ما حصلش لغايه النهارده، وتحدينا بتوع العدل وبتوع الاسكان هم يجيبوا لنا حل. فقلنا نعمل ايه؟ بس حضرتك كده هترسخ لامر واقع. لا اسمعيني، اسمعي التخريج عامله ازاي. احنا قلنا ايه؟ اللي اعتدى على متر ارض زراعيه واحد يدفع قيمه استصلاح خمس امثال المساحه دي، خمس اضعاف القيمه، يعني نستصلح خمس ابدنه، والفلوس دي تروح للصندوق بتاع المليون ونص فدان، وتزود عن كده احنا محتاجين نزود الارض الزراعيه. لكن الارض دي معتدى عليها بالفخر، ده برضه القانون ده قانون انتقالي. بس الفلسفه الاساسيه دي دي فلسفتنا. قانون انتقالي حاد وحاسم يقطع ما بين ما سبق وبين ما هو ات. ايوه هو ده اللي انا عايزاه. انا مش عايزه ده يبقى ذريعه
حق للناس ان هي تبني على الاراضي الزراعيه. ده قانون انتقالي مدته كانت 8 شهور، احنا خدناها 10 شهور. 10 شهور بالظبط تقطع بين ما مضى فتره انتقاليه بين ما مضى والمخالفه ليها عقوبات ثانيه في القانون، وحاطين مدد محدده. وبعد كده بقى هنطور في قانون البناء الموحد اللي اساتذتنا يعني بيجتهدوا فيه عشان نخش على ايه، على ان ما ينفعش يتكرر المخالفات ثاني ودي تبقى اخر مره يتعمل فيها قانون مصالحات في مصر ان شاء الله. بس في ناس تقول لك انك انتوا كده ظلمتوا واللي خالف ده اهو نفت بجلده. لا ما هو ما نفتش بقى، جزء من فلسفه القانون بتاعنا هو ان احنا خلينا قيمه الغرامه مرتبطه بقيمه البيع للوحده اللي هو عملها نسبه من الوحده البيعيه. فقلنا المخالف ده لا يتمتع بقيمه الربح اللي هو خده لوحده، والراجل اللي قاعد جوه الوحده ده هو برضه هو كمان يحس ان هو دفع جزء من الغرامه عشان نقدر نتطور قدام. عارفه القانون ده من 10 شهور او من 8 شهور احنا بنتكلم على دخله احنا طبق لتقديرات وزاره الاسكان على ارقام اقل من اللي احنا حاطينها توصل ل 100 مليار. اللي احنا كنا عمالين دخلنا البلد كلها في دائره حلزونيه من 100 مليار من التضخم عشان 30 مليار من انا شايف ممكن توصل تعدي 300 مليار. يعني انا بقى لو عدت 300 هحتفل مع حضراتكم لسبب ان احنا كده هنبقى وفرنا الفلوس اللي احنا عايزين نعملها لتامين الصرف الصحي والميه على مستوى الجمهوريه كلها. عارفه ال 100 مليار دول طبقا لتقديرات وزاره الاسكان على معدلات اقل من احنا حاطينهم اكتر 4 مرات تقريبا او 3 مرات من قيمه اللي جه من قيمه الضريبه المضافه اللي دخلت البلد كلها في الدائره الحلزونيه. انا هروح لحضرتك يا دكتور بس عايز اسمع من حضرتك حاجه سياده النائب عشان تكمل فكره الدكتور محمد. مين ضمن حضرتك ان الناس هتدفع؟ مين قال لحضرتك ما هيقول لك ايه واجيب منين؟ يعني في ناس بص حضرتك فندم طبعا القانون ده لما اتعمل على فكره ناقشناه فعلا نقاشات مستفيضه داخل اللجنه وكان فيه ممثلين من كافه الجهات الحكوميه. يعني حتى الخلاف في النسب اللي هي نسبه سعر الوحده كان موجود معادله فقعدت اتناقش كان حتى انا ومحمد بيه احتدينا مع بعضنا في تلك النقطه كان في نسبه معينه فقلنا لازم النسبه ما ترتفعش بشكل كبير بحيث تبقى نسبه حافز للناس ان هي تدفع بالظبط حضرتك. يعني قلنا يعني انا كنت بتكلم في 5 لا 7 على 10 يعني بحيث نصل لنسبه بيعيه. النسبه البيعيه احنا قلنا لو سبناها للخبراء يقدروا فبناخد فتره طويله جدا زمنيه، بناخد متوسط سعر المنطقه مثلا وليكن منطقه معينه زي فيصل سعر المتر السيد 2000 ل 1000 بناخد متوسطات السعر من بين اعلى سعر وادنى سعر وبنقسمه كمتوسط وبنديله 5% او 7% حسب ما كنا نتفق على قيمه معينه للدفع. في حاله عدم السداد كان بيحصل ايوه كنا بنقول رفع اللي هو المرفق الموجود عداد الكهرباء، طالما رفعت عداد الكهرباء بالتالي شيء طبيعي انا برجع اتصالح عشان يكون موجود عندي المصدر الاساسي اللي بتعامل معاه اللي هو الكهرباء اللي هو مصدر الحياه ده اساسي ممكن يجيب وصله ومش حاجه. ده شوفي بقى لحضرتك من ضمن الحاجات كان في حاجه لا كان في حاجه سرقه اللي اسمها اللي هي ممارسه الكهرباء فكان بدات تقر كحاجه اسمها ممارسه فكانت قيمه تقديريه كل 3 شهور بعدين بقت كل كشهرين نتج عنها فقد الكهرباء كان حوالي 30% او يزيد. فبدانا نتكلم على حاجه اسمها العداد الكودي. العداد الكودي يظل مملوك لشركه الكهرباء دونا عن الملك. ما هو العداد الكودي كده وكده هتحول في العداد الدائم برضه. العداد الكودي موجود، العداد الكودي لم ينقل بعد حتى تاريخه لا تستطيع نقله الى صاحب الوحده باسمه، بيفضل باسم صاحب الشركه وبيتعاقد عليه المالك او بيتعاقد كله على العداد الخاص. انا عايز اعرف الراجل المخالف ده مين ضمن حضرتك ان حصل له رقم لحضرتك هيدفعها؟ لو جه ما اتصلحش خلال فتره قلنا الغرامه هتزيد المبلغ اللي هو مثلا سي يعني كتحفيز سي 5000 على الوحده دي هيبقى 10000 جنيه في حاله عدم سداده تضاعف. في حاله عدم سداده بنرفع العداد. احنا حاطين نرفع عداد الكهرباء طالما انا رفعت عداد الكهرباء احنا قطعت عنه فبالتالي هم انت عايز تدخليهم جوه المسار ده جوه التيوب ده. فعملنا 3 خطوات. اول حاجه ادينا للي هيقدم اوراق خلال شهر من تاريخ اعلان على القانون ده حافز ده كده ادينا له ميزه ادينا له نسبه خصم عشان نعمل حاجتين عشان نحفزه انه يقدم وعشان يعرفنا فورا مين صاحب المبنى المخالف. احنا عايزين نجيب صاحب المبنى المخالف برضه خدي بالك صاحب المبنى ده رقم واحد ممكن ما يدفعش برضه مش هيستفيد خالص. لا بس احنا جايبين له حاجه ثانيه بخلاف في حاجه ثانيه تحول كمان يعني الحاجه الثانيه اللي محمد بيقى عليها ان هو المرافق اللي موجوده ايا كانت هترفع لان طبعا الجريمه اللي عملتها وزاره الكهرباء بان هي دخلت العداد دي ريحت المخالفين. لا حتى من غيرها يا محمد يعني ما هي برضه انا ما اقدرش اوصفها بانها جريمه. أنا شايفة هي في لا ما انا لا هي قننت على فكره لا انا عايزه بس اقول يعني حاجه ما هي الناس كانت قاعده
قاعده في ممارسه وكانت ظالمه على فكره وجايه بتسرق كهرباء فما عندهاش حل تاني غير ان هي بس هي دايما ممارسه الكهرباء دي كانت ظالمه احمد بيه. يعني كان انا مثلا عامل ممارسه دي ب 600 جنيه لحضرتك و600 جنيه لواحد تاني، واحد عنده لمبتين واحد بيشغل 3 4 مكيفات عايز يستفيد ب 600 جنيه فبينفق بلا اي مشكله. فبالتالي العداد الكودي حل ازمه كبيره. ولكن في حته مهمه كده استاذ رشا انا عايز اقولها لك في قصه فلسفه القانون ده عشان الناس متخيله ان احنا كده هنفتح المجال للمخالفه وتظل تستمر تلتهم الاراضي الزراعيه وغيرها. لا على الاطلاق، الهدف الاساسي ان انا بحصر كل المخالفات الحاليه وبنهي ملفها، لان احنا قلنا خلال 3 شهور هنتلقى كافه الطلبات من كل صاحب وحده او صاحب عقار الطلبات المخالفه. انا حصرت الكلام ده بعد 3 شهور لن اقبل طلب مره اخرى، هيتم التعامل خلال الثمان شهور واتصالح. بعد ما اتصالح في تعديلات قانون 19 لان سبب المخالفه الاساس البيروقراطيه اللي كان بيعاني منها المواطن طبعا. انا كراجل راح ارخص عقار بروح للحي افضل عايز ارخص يقول لي هات لي مش عارف ايه شهاده الصلاحيه تاخد سنين. النهارده في القانون كان مقترح اسبوعين بقت اسبوع واحد مده الرخصه كانت يعني حضرتك بتخلق الحافز للنقطه اللي قال عليها الدكتور عشان ان الناس كانت بتميل للمخالفه دلوقتي احنا بنسهل لهم الامور عشان يروحوا يرخصوا. هو ليه بيميل للمخالفه؟ كانت قيمه الرخصه يعني متسابه وفي عشان اصل للرخصه بدفع تحت الترابيزه مبالغ كبيره جدا عشان احصل على الرخصه. لا اصبحت النهارده قيم محدده سعر يعني محدد للرخصه ومده محدده زمنيه احصل بيها على الرخصه. طبعا كان في القانون السابق موجوده برضو شهر من تاريخ استلام الاوراق، ولكن استلام الاوراق كان بياخد زمن كبير يتجاوز سنه. وحضرتك بتتكلمني على اي قانون دلوقتي المفضل من الحكومه ولا داخلين اتنين؟ في قانون 119 هيدخل ايضا يعني كده برضو جاي من الحكومه 119 تعديلات 119 اللي كان ليها جزء البيروقراطيه اللي عانى منه او بعض نقاط الضعف في القانون ده ادت الى المخالفات بالشكل الكبير ده. المخالفات دي انا بحلها ازاي؟ ببدا اخلي رخصه ايسر شيء على المواطن عشان لما يجي يخالف اقول له حاسب ده انا الرخصه ايسر شيء. لا مشروع التقسيم اللي بياخد ازمنه هيفضل قاعد زي ما هو وفكره البناء على الاراضي الزراعيه دي باجل زمني محدد هو من 7 ل 8 شهور بالظبط. لا مش البناء على الاراضي الزراعيه، المخالفه اللي هيتم التصالح عليها ككل سواء على اراضي زراعيه سواء على رخصه موجوده او سواء على ارض صحراويه كل الكلام ده فتره معينه. ثانيا احنا لازم نخالف على الاراضي الزراعيه ما بين حاجه نفرق ما بينها، ما بين واحد عقار منشا كبرج ما بين واحد عامل سور. ده ما نقدرش نقول خالف يعني ده السور ده اقدر ازيله وتفضل ارض زراعيه. يعني واحد يعمل لي سور ويبور الارض ده وانا اقول ان هو ده بنى خلاص ارض لا تصلح. لا على الاطلاق ده السور ده حضرتك عايز تفرق ما بين تحت الانشاء وما بين حياه كامله. منشا كامل لكن الانشاء الكامل على فكره وزير الزراعه كان موجود في لجنه الاداره المحليه وكانت لجنه مشتركه من الاداره المحليه ولجنه الاسكان واقر بشخصه كان موجود حوالي 5 وزراء كان وزير الري موجود وزير الزراعه اقر بنفسه ان لو في كتله خرسانيه رميت القت في الارض العائد من الارض ده اللي هي اللي كان فيها الكتله الخرسانيه دي يعني العائد منها كمنفعه بعد كده كارض زراعيه يعني اقل بكثير جدا من تكلفه رفع الكتل الخرسانيه من داخل الارض الزراعيه وربما لا تعود الى سابق عادها. غير الناحيه الثانيه كمان احنا لما نيجي نعمل في القانون الجديد 119 نعمل الاحوزه العمرانيه ربما ما هو قدام عينينا دلوقتي ان زراعه في الاحوزه التخطيط العمراني التخطيط العمراني والاحوزه العمرانيه الجديده يكون داخل الحيز العمراني الجديد فبالتالي ما يكونش أرض زراعية فيتم التصالح معها. لذا أنا أتمنى أن القانون ده تصالح على عقارات المخالفة يصاحب قانون 119 عشان يكون فيها حوزة عمرانية بحيث لما تيجي اللجنة تقيم تقول ده داخل الحوزة العمرانية ولا خارج. دي نقطة مهمة عشان زي ما الدكتور قال يبقى في متنفس لأن المخالفات كان جزء منها عدم وجود متنفس خصوصا زيادة السكانية. الناس اللي بتسمعنا دلوقتي يا دكتور اللي بني مباني مخالفة المشروع القانون ده بيقول لهم اعملوا إيه وهيوفر لهم خيارات إيه؟ بص حضرتك انا بس هاكد على كلام الدكتور محمد محبي والدكتور احمد. القانون اللي احنا ابتدينا فيه في الحكومه من بدري قوي بقى لنا 4 أو 5 سنين وكان عمره ما قال التصالح كان اسمه التعامل مع المخالفات. هو اصلا عمره ما كان فيه كلمه تصالح يعني التصالح ده كلمه مش رسميه، الرسمي انه اسمه التعامل مع المخالفات تمام. ما اعرفش التصالح دي جت منين فهو تعامل مع المخالفات لان في مخالفات مش هتنفع تصالح عليها. شو اللي عندنا احنا؟ فهو لان في حاجات مش هتتصالح عليها حضرتك لازم هتتشال هتتشال. اللي هي ايه بقى يا فندم؟ يعني البناء اللي هي الحاجات المتجاوزه خطوط الارتفاع اللي خارج خطوط التنظيم اللي على املاك الدوله. هنوقف عليها. طيب هنتكلم فيها. النواب وقفوا عليها. خطوط التنظيم طب خلينا اقول يا فندم املاك الدوله املاك الدوله انا عايز اقول خلينا يا دكتور الحظر المشروع القانون ده حظر حاجات. اول حاجه الاعمال التي تخل بالسلامه الانشائيه للبناء طبعا حياه الناس كلنا اتفقنا عليها طبعا طبعا. نمره 2 التعدي على خطوط التنظيم المعتمد في الشوارع يعدي الشوارع او كده التعدي على حقوق الارتفاع المقرره قانونا بالظبط. في حاجات يا جماعه في الارتفاعات نوعين من الارتفاعات بص يا دكتور محمد قلت على فكره الباشمهندس واحنا قاعدين قلت له طب انت بنيت في مناطق عشوائيه
ارض و12 وده ارض و12 اكتر من على فكره القيود الارتفاع الفعليه اللي هي ارض و12 او ارض و13 والناس دي مقيمه ماذا تفعل حيالها؟ هي دي فيها حاجه. بص في ارتفاعات تهدد مثلا سلامه الطيران تمام وتهدد الانظمه بتاعه حمايه الدوله دي ما ينفعش نتصالح عليها بالظبط يعني انما في ارتفاعات مجرد انه الشارع بقى مره ونص يعني في مرونه في التعامل ما لم تكون بتهدد سلامه الطيران زي ما واضح او شؤون الدفاع عن دي موجوده في حلف بند تاني قيود الارتفاع العاديه احنا وافقنا عليها كان وضعناها انا بس حضرتك كملي كان في البناء على الاراضي الخاضعه لقانون حمايه الاثار طبعا طبعاً. البناء على الأراضي المملوكة للدولة البناء على الأراضي الزراعية تمام. دي فيها كلام زي ما قال سيادة النائب بعد تعديلات 119 يا فندم تعديلات 119 والتخطيط العمراني الجديد هيحدد تلك الأرض أرض زراعية تصلح ولا لا تصلح هل موجود لها مصدر مية ولا مش موجود لأن في أحيانا خلينا بس نرجع ل 119 كنت مقرر لجنة خلينا نسمع يا فندم بحكم إن أنا كنت مقرر 119 إحنا لما ابتدينا في 119 إحنا ابتدينا اللجنة اتشكلت في شهر 3/2006 وقعدنا 6 أشهر وخلصنا قانون في شهر 9/2006 وسالنا احنا محتاجين وقت قد ايه للمخططات قالوا سنتين كل الاجهزه اللي بتعمل مخططات مين اللي قال سنتين قالوا سنتين حضرتك مين وزاره الاسكان هو التخطيط العمراني التخطيط العمراني هو القانون مدي سنتين من سنتين فادينا فتره انتقاليه جوه القانون لمده سنتين للمحافظات اللي ما يخلص فيها المخططات انها تعمل الاشتراطات مؤقته في الماده 15 وكنا كلنا متخيلين ان سنتين كافيه جدا لظروف ما عدينا في الدولة بيها ما قدرناش نخلص المخططات كلها في هذا الوقت. القرى والتوابع بتاعتها خلصت لغايه النهارده. المدن هي اللي ما خلصتش، القرى والتوابع بتاعتها خلصت وتم اعتمادها، المدن هي اللي ما خلصتش. المخالفات الأكبر. ما خلصتش. اللي في رقم عايز أقول لكم مثلا إن إحنا عندنا مليون زيجة في السنة في البلد دي. يعني في عندنا 2 مليون مولود في السنة. في 2 مليون مليون زيجة في السنة محتاجين وحدات سكنية. لازم مخططاتنا ولازم الاراضي بالظبط ماشيه بنفس السرعه مرنه تمشي بالسرعه يعني الناس اللي عايزين يبنوا مع الواقع بسرعه والدوله مهما بنت في اسكان رسمي عمرها ما توصل لهذا الرقم فلازم الناس تسهل لها عمليه البنى وعمليه التراخيص عشان الناس دي لازم هتبني يعني طب انا ليه اسئله بقى محدده دلوقتي عشان الناس ما تتوهش مني سؤال واحد يا فندم كده ماذا نفعل حيال بعض المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي ماذا نفعل حيال ده كان من الاسئله عشان كده احنا القانون ما بيتكلمش في الارتفاعات الارتفاعات سايبينها للمخطط العام والمخطط العام ده سلطه محافظ لا هقول على ظهير الصحراوي ما انا بقول ما لسه هقوله احنا القانون ما حطش ارتفاعات حضرتك الارتفاعات سايبينها للمخططات والمخططات دي سلطه محافظ للاعتماد فالمحافظ بتاع الغربيه مثلا اللي ما عندوش ظهير صحراوي محافظ بتاع بورسعيد عنده مشكله في ظهير صحراوي اسكندريه عندها مشكله في ظهير الصحراوي في مجموعه من المحافظات عندها مشاكل في ظهير الصحراوي فالدلتا بالذات كلها اكثرهم الغربيه وبورسعيد ودمياط واسكندريه فسلطه المحافظ هناك ان يحط شرطات بنائيه للارتفاعات تتناسب مع ظروف محافظته وما يوازيها من الشرطات خاصه بالمرافق وده ما تمش يعني ده ما تمش مش واحد عمل كده ما تمش لاسباب ما انا مش عارفها فاحنا محتاجين لا بس دي اداره بقى وزاره التنميه المحليه يعني لازم المحافظين بتوع المحافظات اللي عندها مشكله في ظهير الصحراوي يا فندم يبتدوا بسرعه يحطوا مخططات عشان يبقى الناس عندها بدائل يعني احنا بنتكلم ان طب انا بس خدوني بالراحه الناس اللي قاعده بتسمعنا دلوقتي اتفضل في ناس بني على الاراضي الزراعيه هيعملوا ايه فيش تصالح على الارض الزراعيه في القانون الجديد بص هو احنا عندنا دلوقتي قانونين يا فندم في حاجه برضه في مشروعين مش كده مشروع الدوله ومشروع المجلس ما شاء الله على حضرتك كده الدخل صح كده يعني عندنا بديلين الحكومه مصره ان مفيش تصالح على الارض الزراعيه وده القانون وده القانون اللي مقدماه الدوله مجلس النواب زي ما سمعنا النهارده من الباشمهندسين والدكاتره ان هم بيقولوا ان الارض الزراعيه اللي اتبنى عليها مبنى مستحيل ترجع زراعيه تاني كلام وزير الزراعه بنفسه ماشي والنواب والنواب اقبلوا كده يعني لا اجمع النواب على الموافقه على هذا الشرط بشرط عشان برضو واضحين ان يكون الكلام ده قبل 1/3/2016 بس هو في حاجه وعنده عنده مخالفه مثبته طب ليه انا عايز بس ادي فرصه للدكتور يتكلم تعريف الارض الزراعيه احنا لازم نتكلم عليه لان في حاجه في قانون 19 ان هو هينشا حاجه اسمه المجلس الاعلى للتخطيط العمراني او يعني ده منشا هو منشا ده منشا هيبقى تبعيته لا لا يا دكتور يا فندم هيحدد يا دكتور الاراضي الزراعيه معروفه احنا بس عايزين نشوف حل المجلس اللي منشا من تاريخ صدور هذا القانون بس ما حددش حوزه عمرانيه فتره طويله جدا ما غيرش دي المحافظين يا فندم طيب انا كنا بقول ايه احنا عندنا الاراضي الزراعيه في ناس انتم مشروع قانون بتاع الحكومه يقول لا بناء على الاراضي الزراعيه بنقول في زي ما بنقول خطوط حمراء منها
الاراضي الزراعيه عشان نحافظ على الاراضي الزراعيه. طيب عندنا مشكله زي ما قال سياده النواب دلوقتي، وانا شايف كلامهم في وجاهه تستاهل ان احنا نعيد تفكيرنا تاني. الارض الزراعيه عمرها ما هترجع تاني تشتغل زراعي، هتبقى تكاليفها مهوله وغالبا مش هتشتغل زراعي تاني. فهم بيقولوا فلماذا لا يتم الانتفاع بها يعني اللي خد ارض زراعيه يدفع ثمن استصلاح خمس اضعاف مساحته بالزبط. مش ده اقتراح هو اقتراحنا بالتالي ده كلام وجيه يستاهل ان احنا نفكر فيه ونبص عليه تاني. طيب هاخد بس مداخلتين لانهم الاثنين من اسكندريه اللي هي من المحافظات اللي فيها مخالفات بناء معروفه جدا. استاذ ابراهيم واستاذ احمد. استاذ ابراهيم مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. الاول عليكم السلام حضرتك، بس انا عايز اسال التعديلات اللي هي في القانون بتاع اللي هو القانون وقانون البناء هل هو هيفضل مره ونص عرض الشارع ولا هيبقى 2.6؟ لان هو مره ونص عرض الشارع دي برضه فيها ظلمه كبيره جدا للمقاولين هنا، لان طبعا اغلب اسكندريه كلها شوارع ضيقه جدا 6 متر و8 متر واسعار الارض غاليه، فطبعا لما تحسبيها هتبني دورين او هتبني ثلاث ادوار، فبالتالي سعر الشقه مش هتيجي يعني، فلازم يبقى في برضه مراعاه لعرض الشقه. طيب مره ونص دي. طيب هنشوف ده يا فندم. معانا استاذ احمد اتفضل. الو الو. طيب الخط فصل. نسال سؤال استاذ ابراهيم فيما يتعلق بيه. بص حضرتك، قانون البناء ما اتكلمش عن الارتفاعات. الارتفاعات مسؤوليه المحافظ ومسؤوليه المخطط بتاع المدينه. فقانون البناء بيحدد الناس بتعمل ايه وتقدم ازاي وتراجع ازاي، لكن الارتفاعات والاشتراطات البنائيه دي سلطه محافظ. فالحاله بس هنا احنا لسنوات عانينا من هذا الامر. ليه حد اقصى يا فندم؟ مره ونص عرض الشارع حد اقصى. ليه حد اقصى؟ يعني المخالفات التي حدثت في البناء بهذه الصوره. ما انا بقول لحضرتك ده مش قانون بناء، دي سلطه محافظ. حد الاقصى اللي هو مره ونص عرض الشارع فعلا يعني كده. الارتفاعات والاشارات لم يحدث لم يحدث ولا مره ان حد زاد عن مره ونص. في محافظ زود عن مره ونص. استحاله. وفي يعني كلام كتير. انا بقول لك الحقيقه الواقع من سنه كام؟ لا انت عندك من 2008. لا ده في حاجه من 2008. بس قبل كده 2008 لغايه النهارده احنا مصر كلها في ازمه تطبيق قانون اللي تم عشان المحافظين. الخناقه اللي بين وزاره الاسكان والمحافظين عن المخطط الاستراتيجي العام. أيوة. والمخططات التفصيليه والاحواز العمرانيه، وده اهدر فلوس ناس كتيره جدا وخلى ناس كتيره تتجه للمخالفات، وفي نفس الوقت ما فعلش القانون. طب الدكتور كان ليه تعقيب معلش يا فندم، الدكتور كان ليه تعقيب على فكره البناء على الاراضي الزراعيه؟ انا الحقيقه كان ليا كذا تعقيب مش تعقيب واحد الحقيقه. اتفضل. الحقيقه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان القانون بريء تماما من اي موضوع يخص المخالفات. السيادة النواب الحقيقه لما كانوا بيقولوا فيه يعني خلينا نقول عقم في الاجراءات بتاعه التراخيص والكلام ده، انا بقول هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. القانون مدي بيان الصلاحيه اسبوع، مدي الرخصه شهر. وحصل كده يا فندم؟ اكمل بس يا فندم. حصل يا فندم. اكمل يا فندم. يعني كانت الامور مؤخره والناس اللي كان عندها مين خلاص. اكمل يا فندم. اكمل يا فندم. الخطا في التطبيق لا يعني فساد النظريه. يعني في خطا في التطبيق مش معنى كده النظريه غلط. اكمل يا فندم. الصلاحيه دي كانت طب امال ليه الناس كانت بتعاني؟ اقول بس ليه الناس كانت بتعاني في مساله الحصول على ترخيص البناء؟ بصي حضرتك، انا بقول لحضرتك كرئيس جهاز التفتيش الفني على اعمال البناء، لو في واحد في جمهوريه مصر العربيه تقدم بأوراقه لترخيص وأوراقه مستوفية والجهاز الإداري أو الحي ما ادالوش الترخيص في خلال شهر، وجه لجهاز التفتيش الفني بنديله رخصة ضمنية. القانون بيديها له. القانون بيديها له. دي فالناس بتشوف الأمرين يا فندم. أنا بقول لحضرتك أهو، أي واحد في جمهورية مصر العربية عنده مشكلة مع أي حي أو أي جهاز حضرتك بيجي لنا الجهاز. لا يا فندم، أنا عندي 30 يوم بعد إيه؟ مش بعد استيفاء الأوراق؟ لا لا لا، لا هو الجهة الإدارية بتقول له ما استوفتش الأوراق نهائي، فبالتالي من لا تصل معلش إلى رخصة. أنا بقول لحضرتك كامل. أنا طيب أنا طب اسمح لنا يا دكتور، هنرجع لحضرتك تاني بس هناخد أحمد من القاهرة ومحمد من اسكندرية. أستاذ أحمد مساء الخير. ألو. عايز اكمل مره ونص دي. حاضر. الو. مره ونص عايز اكملها بس. يا جماعه انا مش سامع الصوت. الو. احمد مش موجود. الو. اتاخرنا على احمد غريب. طيب استاذ محمد من الاسكندريه. ايوه استاذ محمد مساء الخير. يا جماعه والله ما سامع الصوت. ايوه يا فندم اتفضل. لا انا معاك ابراهيم يا فندم، ابراهيم من معاد. اتفضل يا استاذ ابراهيم. بقول لحضرتك مين هو السبب الرئيسي في المخالفات دي كلها؟ السبب الرئيسي في المخالفات دي كلها فساد المحليات. فساد المحليات
توغل توغل بفرق جامد توغل جامد. انت كده فن انت كده يا فندم بتدي صلاحيات للفساد ريال على الحروب. يعني بتقول له لو سمحتي خد فلوس، لو سمحتي استشي، لو سمحتي ما عادش، لو سمحتي ما عادش. هنطرح ده يا استاذ ابراهيم. هو بيقول ان فكره اعطاء الصلاحيات كامله للمحافظات ربما يفتح بابا لفكره فساد المحليات. خليني اسال سؤال عكسي. كم من اصحاب العمارات اللي هو بياخد ترخيص وبيراجع في المجمعة العشرية وبيروح ينفذ العقار زي ما هو واخد ترخيصه؟ أنا عايز أقول لحضرتك وأتحدى أي مسؤول، أكتر من 90% مفيش مبنى بياخد ترخيص بيتم تنفيذه زي ما هو واخد ترخيصه. المشكلة هنا ما عادش لها علاقة في المحليات، المشكلة هنا فينا إحنا. المحليات الحقيقة القانون مديها إنها تراقب بالظبط وتحرر المخالفات بالظبط وتزيل المخالفات. بس اللي انا عايز اقوله انا كمواطن، لو كانت قامت بدورها ده ما كناش احنا امام هذا الرقم. أنا مختلفش يعني واضح جدا، انا ما اختلفش على حضرتك بنسبه 100%. لكن انا الحقيقه انا اللي مشجعه على كده لان انا اللي عايز اخالف. المشكله الحقيقه هي يعني انا مش عايز اشيل المحليات كل حاجه. الحقيقه احنا نتحمل جزء كبير جدا. احنا اللي هو مين؟ مواطنين؟ اللي بيروح يبني الحقيقه هو عنده الحقيقه رايح وبادئ من الاول هو مخالف. عارف ليه يا فندم؟ عارف ليه يا فندم؟ لانه يعتقد بداخله ان ليس هناك اراده ستمنعه من هذا الفعل. خلينا نتكلم بصراحه. أنا العقوبه. انا على فكره دايما عارف يا رشا هاني، انا عندي دايما مشكله في حكايه التعامل مع المواطنين المصريين على ان هم اساس المشكله. المواطن المصري ده مواطن طبيعي زي كل المواطنين لو لا في الدنيا كلهم، في امريكا وفي فرنسا وفي انجلترا. لو لا ضوابط، لو لا ضوابط لا بيطلع بره المنظومه السليمه بيلتزم بيها. الفرق ده متضح جدا. الحقيقه ان القانون يحمل في داخله رغم كل حسن النوايا والجهد العظيم، وانا حقيقه الدكتور رأفت بره على الجهد ما شاء الله. لا انا عايز احييه على مرونته كمان فيما تم من طرح افكار تتعلق بالقانون. انا بس عايز حاجه اكملها بعد ما هكمل الفكره. لكن يحمل في داخله بعض الامور اللي ما خلتوش يتنفذ غير القانون القديم. يعني الدكتور احمد بيقول لك اسبوع لتقرير الصلاحيه وشهر للرخصه. عمر ده صحيح. لم يحدث في تاريخ ال 100,000 رخصه اللي طلعوا اللي هم لم يحدث. احنا في تقارير صلاحيه بتطلع في سنتين ورخصه في رخصه خمس سنين. في ناس الراجل يروح يخالف احسن. ناس بتشتري في المراكز او في الارياف في احوزه عمرانيه ويفضل خمس سنين مش عارف يبني عشان الحيز العمراني ان هو محدد. ما راحش التفتيش الفني. لا ان هي مش ارض زراعيه. دي مشكلته. لا هتكلم ان هي مش ارض زراعيه، ده هي ارض مباني. ومتخللات مباني بس يعني بنعمل بس المحافظه قالت له مش هينفع اديك رخصه تبني الا لما تجيب قرار التقسيم. قرار التقسيم هو معتمد على ايه؟ على الحيز العمراني ان هو معتمد على تعالي حضرتك مخطط على. انا عايز اقول حاجه بس عشان الدكتور احمد كان قال حاجه الخطا في الطبيله يعني فساد النظريه، يعني كون القانون 119 ما تنفذش هذا يعني ان القانون فيه مشكله. مش بدافع عن طبعا بحكم ان انا كنت مشارك فيه، بس انا عايز اقول حاجه في ال 100 متر ونص ده المره ونص ده كان اشتراطات مؤقته مش الدائم. يعني ما فيش ما يمنع ان محافظ يطلب ان بقى ثلاث مرات الشارع او مرتين الشارع طالما المرافق بتاعته تسمح بذلك. فاهم قصدي؟ المره ونص دي كانت مرحله مؤقته في السنتين الفتره الانتقاليه. اوكي؟ بس انت بتحسب دلوقتي مسطح الارض انك انت الجراج ازاي توفر له. ايوه بالظبط كده. طالما هيقدر ينفذ ينفذ. القانون بيتيح للمحافظين في المخططات التفصيليه اذا كانت المدن بتاعتهم محتاجه ارتفاعات اكتر انهم يعملوها. ما منعش. المره ونص دي كانت فتره انتقاليه. بس المواطن قال لك انك بترمي كل حاجه على المحافظين والمحليات وربما يا فندم اعداد المخططات دي سلطه محافظين واعتمادها سلطه المحافظين. هو ادرى واحد بمحافظته، ادرى واحد بظروفه. طيب اللي انا طلعت بيه من الحلقه ان هيبقى في قدر من المرونه. اول حاجه قدر من المرونه في مساله التعامل على الاراضي الزراعيه. ده اللي انا رغم حاجه اللي عامل القانون، لكن حضرتك بتنحاز لوجهه نظر البرلمان في مساله ان في مرونه في التعامل على الاراضي الزراعيه. تمام. انا عندي تعديلات 119 بتقول ان الاراضي الزراعيه اللي قدنا رافح في الحالي ان اراضي زراعيه ما تكونش اراضي زراعيه لان الاحواز العمرانيه مع القانون مستقبلا فمستقبلا فمساله موجود. التخطيط العمراني للاماكن زي ما الدكتور قال مساله اصدار القانونين المتلازمين هيكون لهم دور جيد جدا على فكره في التحديد ده ارض زراعيه فعليه او لا يعني.
في حته مهمه جدا برضو قانون 119. قانون 119 لما نقول المحليات ما لهاش ذنب وذنب المواطن، لا على الاطلاق، بدليل الناس اللي اشتغلت مع هيئه المجتمعات العمرانيه لم تعاني مع قانون 119 وكانت نسبه الترخيص 100% عشان مخططات، عشان مخططات باينه، في حين لما اشتغل مع المحليات كانت نسبه التخطيط 90% نسبه المخالفه 90%. فشوف الفرق ده حاجه. طب انا بس عشان وقتنا خلص هاخد كلمه اخيره عن القانون. عايز اقول حاجه عشان الناس اللي بتسمع حضرتك، حاجه اخيره، ان لازم الناس تبقى فاهمه ان القانون ده في التعامل على المخالفات لن يسري على ما تم بناؤه بعد 1/3/2016 واللي ثبت بشأنه وجود مخالفة، عشان احنا الهاجس اللي عندنا احنا وعند كل الناس، الناس تسمع ان في قانون تعامل على المخالفات فتنشط في المخالفات. القانون احنا حطينا تاريخ في شهر 4/2017 ان 1/3/2016 هو الحد الفاصل بين تسجيل يعني المخالفة. اي مخالفات بعد 1/3 هتزال. وده عنوان مهم علشان جداً. الناس ما تفكرش ان الحكايه تبقى سايبه بس. غالبا احنا لما القانون ده اتعمل فلسفته، اول حاجه هتستفيد الدوله بمبالغ كبيره جدا تعيد البنيه التحتيه المهترئه وفي نفس الوقت ومياه الشرب مصدر للتمويل. انا فرحانه بالرقم ده، لتمويل يعيد البنيه التحتيه. كمان هنطمئن على السلامه الانشائيه العقار، وبالتالي نطمئن على سلامه حياه الناس عشان المباني اللي بتقع على الناس. الناحيه الاهم اللي هي الكلمه الاخيره اللي عايز اقولها في الموضوع ده، القانون ده هيمنع المخالفات مستقبليا، لان في بيخلق حوافز. لان احنا بنقول اي حد هيخالف مستقبلا هيصل الى حد الغرامه مثل قيمه المبنى نفسه. تمام. دكتور تعالي اخير، انا عايز اقول حاجه بسيطه قوي، ان الاحصائيات اللي انا قلتها دي لا تشمل فوق المليون وحده تم تغيير النشاط فيها من سكني الى تجاري. جمهوريه مصر كلها دي حضرتك لو فرضت غرامات او تصالح النهارده متر التجاري يفوق 4 مرات واحيانا يصل 10 مرات. يعني ده مورد مهم لنا، ده حضرتك ده ممكن يجيب لنا بقى مليارات تفوق الفلوس. تمام دكتور. انا شايف ان القانون مهم لان الفلوس اللي اتبنت دي فلوس مصريين صح. ودي اموالنا احنا. والقانون ده مهم، المباني كده من غير ما حد يستفيد، لا الدوله استفادت ولا الانسان. ولازم داخل خدي بال حضرتك، سالت سؤال ما تجاوبش عليه. الناس ليه هتدفع؟ الناس هتدفع لان انت وحدته مش قانونيه هتتحول لوحده قانونيه. عيش بامان بسلام، فلازم يدفع ويبقى عنده حماس انه يدفع عشان يقنن مكانه ويعمل ادد فاليو، لان الوحده اللي ب 100,000 لما تقنن ممكن توصل لنص مليون. بشكر حضراتكم. حاجه واحده بس، الوحدات دي تتسجل واحنا بنتصالح نسمح بتسجيلها. ده هو الهدف. انا شايفه ان المشروع يا جماعه، انا شايفه ان احنا بصدد نقاش جيد جدا ومميز للغايه ما بين الحكومه وما بين البرلمان، هيحقق منفعه حقيقيه اقتصاديا للدوله وراحه وامان بالنسبه للناس المخالفه، فيبقى حققنا هدف جيد جدا من الناحيه العمليه. اشوفكم بكره وحلقه جديده ان شاء الله. تصبحوا على خير.